أحسن الله إليكم. تقول: تؤذيني بعض النساء من حولي بكلام لا أستطيع التحمل أنا وأمي، فدعوت الله عليهن في جوف الليل، وكنت أقصد بنيتي منعهن من مثل هذا الأمر، فأصيبت المرأة بمرض وعملت عملية وأخرى دعوت عليها فتعرضت لها بعض المشاكل، هل علي ذنب في دعائي على المسلمين؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فيجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه بعقوبة قدر المظلمة التي حصلت، لكن قد لا يكون هذا بسببك، قد لا يكون ما حصل لهذه ولتلك بسبب دعائك، فإن الدعاء يستجاب من المظلوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم، وحذر من الظلم وقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لكن مع ذلك أولى بالإنسان إذا ظلم أن يدعو الله أن يهدي ظالمه، لأن المسلم ينبغي أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. هو لا لوم عليه إن دعا على من ظلمه بأن يعاقب بقدر ما حصل له من مظلمة، إلا أن الأحب إلى الله أن يعفو، والله أثنى ومدح العافين عن الناس، والله يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. والإنسان إذا دعا على من ظلمه تقاضى حقه، وإذا عفا ورغب بجزاء ذلك ومقابله من الله فما عند الله خير وأبقى، والله أعلم.